خالد النجار ده حاليا دلوقتي بيصنع براميل وكده في مرحله التجهيز على كده. كان من الاول كانوا بيستعملوا المخزن للمخللات بتاع الترشي، بيستعملوه بتوع الفسيخ في على القديم يعني. زمان كان كده الدنيا كلها بتشتغل في البراميل لانه بيخش فيه حاجات مأكولات وكده تبع الامن الغذائي، طبعا خشب نمره واحد بومبر وان يعني ما فيهوش كيلو. جالي اهو عامل حادثه وماشي على رجلي كده، بس ماشي 7 شهور 8 شهور والحمد لله. لا دي بتبدا طبعا من شغله المنشار، اول حاجه بنقطع مقاساتنا اللي احنا عاوزينها وبناخد اللي احنا عاوزينه بالتفصيل، بنفصل اللي احنا عاوزينه، نخش بقى مرحله التصنيع بنقفله كده يعني. سهله يعني مش صعبه قوي يعني. يعني مثلا في المطاعم بياخد مثلا مني البرميل، بيخش هنا مؤاخذة يتعمل ترابيزة، وبنعمل كرسي سفرة برضه بيبقى برميل كده يعني، حاجات كتير من هذا وديكورات برضه بتتعلق على الحيطان وكده. بالنسبة لبتوع العلافة بعملهم اللي هو القصرية اللي هي 40 في 40 35 في 35 30 في 30 50 في 50، بيستعملوها لي العلافة أي بتاع علاف. علاف بياخد مني بيتعامل معايا. العطارين؟ العطارين هم العلافة على العطارين. احنا دلوقتي بقوا يعملوها بقى بلاستيك. فدلوقتي بنشتغل احنا في شغلة البراميل دي ديكورات. بيصنع منها حاجات كتير ديكورات وكده يعني. لا الحمد لله، هي بس غلو الاسعار والكلام ده بيخلي الواحد يبقى الخامات اللي غالي يعني، الخامات غالي طبعا بتريح الجو معانا، بيأثر على التصنيع وعلى البيع والشراء وعلى كل حاجه يعني. بالنسبه لكده لان في حاجات بتيجي من بره مستورده بنجيبها غيرها، حاجات مش عارف ايه، حاجات بنجيبها من بره الخامات بتبقى غاليه، بيجيبوها من الدول بتبقى غاليه، وبرده خشب بيجي من بره بيبقى غالي برضه، بتفرق مع اللي زينا احنا جامد. لازم يبقى فيه كفاح عشان تاكل منين وتشرب منين، زي الحياه كفاح كلنا لازم نكافح، ده اهم حاجه، واهم حاجه يكون عندك عزيمه وقرار.